خليني أوجه السؤال لنقيب الفنانين، الفنان محسن غازي، صار معنا على يسعد روحك التليفون. يسعد خالي يا مساك حبيبي. أستاذ محسن، ميت هلا، يسعد مساك. شو أخبارك؟ تمام. بخير يا هلا. سؤالي كنت عم بسأل الأستاذ سائر، مين أهم من غنى لفؤاد غازي؟ هلا الأستاذ صاير معك على الهواء؟ أنا مرحبا مرحبا أستاذي وتاج راسي وخالي الحبيب. مرحبا يا خالي. اشتاق لك يا روح الروح. أنا بشتاق لك حبيبي، ما بينت علينا. يا حبيبي امبارح وصلت بالليل والله واجيت بوشي لعند الدكتور. فيك تفتح سوريانا اف ام وتابعنا صوت وصورة إذا حابب. لا لا، هو الدكتور ناوي عليك من أسبوع وحكى. والله كن بلادي يا خالي حبيبي. لا لا، الدكتور ناوي 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 عليك. وين ما رحنا على شوف، كنت أنا والخال خالي محسن، كنت انا الوحيدين بحكم بهذيك الايام. تذكر خالي ما كان في طريق وكانت مشاكل وهي، فكنت انا وياه بوفاة. لا انا بيشرفني اني انا كنت لمده 14 عام عم اهتم بهي القامه الفنيه التي حققت الخلود بذاتها وللفن الشعبي ضمن النمط اللي هو اتبعه واصبح مدرسه. صح. انا فعلا لي الشرف باني انا كنت ملازم له والعنايه به في كل حالاته النفسيه والمرضيه وغيرها وغيرها. نعم. وهذا طبعا واجب كل حدا تجاه القامات العظيمه اللي هي بتشبه الراحل فؤاد غازي، الراحل جسدا طبعا. نعم. بالنسبه لسؤالك دكتور، انه مين اهم حدا، أنا برأيي كل حدا يتمتع بموهبة بصوت عذب وغنى لفؤاد غازي بحالة يعني مشبع بالصدق وبالإحساس، فأنا برأيي هو كان رائعا بغنائه وبأدائه. أنا طبعا ضد التقليد الأعمى بنبرة الصوت بالعربة يعني أنا مع أن تغني لمن تحب ضمن حالة من حالات الوفاء والصدق، لكن بأسلوب الفنان ذاته، صح. أن يعطيها من روحه، وهذا أجمل ما في الأمر. لأنه أنا وقت بدي أسمع فوتوكوبي أو كوبي بروح للأصل لصاحب الأغنية. صحيح أستاذ محسن، تفضل. كفي كفي. كان عندي وجهة نظر بما يتعلق بتعب المشوار اللي غناها طبعا حبيب القلب وفي حبيب وفيف، وهو فنان وصاحب احساس ويمتلك موهبه مهمه جدا، ونحن يعني كثير مرتاحين لهي الموهبه وللمواهب التي تماثل هذه الموهبه، لانه هن سلفا منارات وهن سفراء للصوت السوري وللغناء السوري للفن السوري. انا شفت طبعا الاساس والركيزة هي بصوت الراحل فؤاد غازي طبعا، لكن وفي صدقا يعني غناها بأسلوب أيضا جميل ورائع، صح. وفيها كتير هيك حرفية وفيها إحساس عالي المستوى، وأنا مو ضد أنه هو يغنيها، لكن أنا مع مسألة إذا حدا بده يغني لحدا قامة كبيرة، أنه فقط الإشارة إلى أنه هذه اسمه. الأغنية هي للعظيم فلان. بتخيل ما قصر رفيق حبيب، بتخيل كان ذاكر. لا أصلا أنا رحت على حالي، لا أنا ما لا. شو ما قصر، أنا بالعكس مبسوط من وفي وماني رايح حالة لوم أو إدانة. لكن أنا الفكرة أبعد من هيك، أنه نحن عنا أجيال وعنا مراحل عمرية عم ترتقي بالعمر لتصير يعني يافع وشاب وبعدين رجوله وكذا، لازم الاجيال اللي عم تطلع جديد، يعني ما في حدا عم ينوه لها انه هذه الاغنيه كذا، يعني هلا كثير بيسمعوا اغنيه وفيق حبيب بيقولوا اغنيه وفيق حبيب بيفكروا لوفيق تعب المشوار. نعم صح، طبعا هذا مو تقصير استاذ، بس هيك مشان لحق الوقت عندي اكثر من سؤال لإلك. استاذ محسن، يعني لم يتم تبني رسميا مدرسه فؤاد غازي بالغناء اسوه بغير فنانين سوريين، يعني البعض اعتبروا انتقاص لقيمة الفن الشعبي، ردكم اليوم كنقابة؟ لا ما أعرف هذا السؤال، ليش يعني رد كنقابة؟ فؤاد غازي ابن مدرسة ثابتة على مر العصور، نعم، هي الجبلية الشعبية، هناك المدرسة العاطفية، هناك القدود الحلبية، وهناك اللون الفراتي، وهناك هذه المدرسة معترف بها
ضمن اعتراف الوجدان بها، الوجدان ضمن البيئة، ضمن ما سطرت هذه البيئة إلى كافة أنحاء العالم. هذا الفن الشعبي يعني أنا زملائنا وسفرائنا في بلاد المغترب عم يغنوا هذا اللون اللي فؤاد غازي أحد ركائزه. فشو اعتراف؟ هو مأكد ذاته بدون ما اعترف فيه أو تعترف فيه نقابة أو مؤسسة أو وزارة. مشاعر حضرتك اليوم مع مشروع توثيق الأغنية الشعبية أو التراثية على لائحة اليونسكو أسوة بالخدود الحلبية؟ كله موثق أستاذ، يعني كله موثق، لكن نحن هناك جهات يا دكتور هناك جهات تتبنى هذا الأمر. يعني هلأ أنت في عندك بوزارة الثقافة شيء له علاقة بدائرة التراث أو دائرة كذا، هناك يعني طبعا نحن مقصرين إلى الآن في جمع هذا التراث اعتمادا على قانون الملكية الفكرية. يعني هذا بده خطوات، شكرا لك على إثارتك لهذا الأمر. هاي الفكرة، لكن هون بقى بدك أنت تفوت على تخصص وبدك ضبط وبدك تحضر ملفات ومصنفات. طبعا كل المادة موجودة عندك، لأنه مطربين سوريا الذين يغنون هذا اللون وامتد هذا اللون إلى لبنان، بل هو لون واحد، لأنه لبنان هي يعني تخوم وكانت من رحم بلاد الشام، يعني من رحم سوريا الكبرى. فنحن نتقاطع معهم بهذا اللون وهو مدرسي بحد ذاته يعني. فحتى المطرب اللبناني عم يغني أغنية المطرب السوري مشهورا كان أم غير مشهور. هل يمكن الموضوع، هل يمكن تصنيف فؤاد غازي بما أنه ذكرنا لبنان، يمكن تصنيف فؤاد غازي كنسخة سورية من اللبناني وديع الصافي؟ لا، وديع الصافي سيد من أسياد هذه المدرسة، بل هو من بتعميق حضور هذه المدرسة من خلال صوت قادر ومميز لا يكرر عبر التاريخ يعني، وخبرة هرم كبير. صح. أيضا فؤاد غازي بجانب من جوانب هذا اللون. صح. الذي يتقاطع معه بالعتابة الموال بالهزوجة بالأغنية، أيضا هو ركيزة سورية. هلأ الاثنين عموموا على مستوى الوطن العربي، يعني هلأ وديع الصافي الله يرحمه طبعا العملاق وديع الصافي، أستاذنا وديع الصافي بالريادة لا أحد يتفوق عليه وله الحصة الأكبر على مستوى العالم. صح. في هذا المجال فؤاد غازي لو توفر له ما توفر للعملاق وديع الصافي ايضا كان احتل نفس الخانة المتقدمة. حلو. لكن فؤاد ما اختص به الفنان الراحل فؤاد غازي وضمن يعني اللون الغنائي الشعبي الخالص، ايضا فؤاد غازي هو رقم واحد في هذه الخانة في طبعاً. هذه المرتبة يعني طبعا، وخاصة في سوريا، وخاصة في سوريا. وإلى الآن أنا اليوم بالصدفة التقيت بمغتربين دكتور يامن. أغنية فؤاد غازي بستان ورود تغنى بكل المناسبات طبعا من ناس متابعين للحضور الحفلات الفنية. وللمطربين اللبنانيين يغنون بستان ورود في كل حفلة من الحفلات التي تقام في أمريكا وفي المغترب. فإذا فؤاد غازي خلت نفسه بنفسه، لكن أنا بزعل لما المستمع أو الجمهور في كل أفقاع الأرض لما بيسمع أغنية حدا عم يغنيها وما بيعرف لمين. نعم. بكل الأحوال نحن قناعتنا الراسخة والتي اعتمدت، هذه القناعة اعتمدت على ما كان يتمتع به الراحل فؤاد غازي من موهبة قوية جدا. نحن في ذكرى وفاته الآن بنقول هذا الرجل خلد نفسه بنفسه وترك لنا ولآلاف السنين أكيد، لأنه متوارث الغناء يا دكتور يامن، مرتبط بكل مناسباتنا الغناء، ترك لنا إرثا عظيما وكبيرا وطريقة في الغناء والأداء. على فكرة فؤاد ترك بصماته حتى بدون أن يفتتح مدرسة، لكن هناك من تعلم في مدرسة هذا الأداء وأصبح تابعا لهذه المدرسة برغبته أو بغيره. ففؤاد باقي ونسعى لأن يتبوأ الفنان السوري المكان الذي تبوأ هذا العملاق، وبدنا نترحم أكيد على روحه الله يرحمه الطاهرة. فؤاد
لازم نترحم على روحه لأنه كان نقي وكان طاهر وكان بريء صح. وكان عفوي وكان مثال للانتماء على فكرة صح. وللإخلاص لفنه ولوطنه صح. سؤالي الأخير، المؤسسة العامة للبريد أصدرت قبل سنوات طابع تذكاري خاص بالراحل، شو عملت النقابة؟ نحن اللي قدمنا المقترح يا دكتور يامي. تفضل. نحن اللي قدمنا مقترح الطوابع، لأنه نقابة الفنانين بكل فترة تقترح على المؤسسة العامة للبريد، تقترح على المؤسسة العامة للبريد المبادرة من النقابة دكتور يامي. حلو. صح. مشكورين أكيد أكيد مشكورين. بالأثناء التالية معلش مشان التوضيح، وأنا كنت نائبا للنقيب في وقتها صحيح، وأنا من وضع السيرة الذاتية للفنانين العشرة اللي نحن عملنا لهم طوابع يا دكتور يامن. نعم. وطبعا أخذت مراحل، إجت في الدورة اللي بعدنا مسألة الطباعة النهائية، لكن نحن من بدأنا، هي من تبدأ بالطلب من المؤسسة العامة للبريد كون الجهة الرسمية التي تطبع طوابع ذات قيمة، ونحن نستخدم هذه الطوابع في عمليات الإدارة وكل ما هو مرتبط بالأعمال الإجرائية والمالية في نقابة الفنانين. نعم. لأن هي طوابع ذات قيمة تخليدا طبعا لإبداع زملائنا الذين لا زالوا على قيد الحياة أو الذين رحلوا. بتخيل ما عم تأثروا، خصوصي مؤخرا شفناكم بمواكبة كتير من الفنانين، إن كان بالمشفى أو بالبيت أو أشخاص مقعدين أو حتى أشخاص عندهم حالات صحية، عم تواكبوا وعم تكونوا حاضرين. هذا واجب. مشكورين كل جهودكم. كلمة أخيرة أستاذ محسن قبل ما نكفي حلقتنا، تحب تقول ضيف شيء؟ لا، بس بدي أقول إنه إحنا أوفياء للذكرى الراحل فؤاد غازي، أوفياء لمسيرته الفنية والإبداعية، ونقر بأن هذه المسيرة أغنت الحياة الفنية وأغنت التراث السوري، أغنت اللون الشعبي، لأنه التراث متنوع صح. فيما يخص اللون الذي برع فيه وكان صادقا له، اللون الشعبي الخاص بالمنطقة التي ينتمي لها فؤاد، وعمم هذا اللون على مستويات متعددة من الوطن العربي والمغتربين في العالم. نعم. فنحن أوفياء يا فؤاد، أخاطبك الآن وأقول لك أنت في وجداننا، الجسد لا يعني شيء، أما روحك وموهبتك وحضورك وإبداعك هو في وجداننا ونقتدي به. نقيب الفنانين الفنان محسن غازي، شكرا لحضرتك. شكرا كثير. شكرا لك خالي. تحية لك خالي، انا قريبا عندك خالي، اليوم بكره معك. سلامات لك.